فانت ايه اللي اساسا بدايه من الكوره، الفتره بتاعت الكوره سريعا كده، حصل فيها ايه؟ ميرسي ان انا معاك النهارده الاول. الله يسعدك، نورتني. لا فيش حاجه، انا كنت لعيب كوره كويس قوي، اه وبعد كده حصلت لي حادثه، اتقلبت بالعربيه كذا مره. شريف هيلعب، شريف مش هيلعب، شريف راح فين، شريف راح لندن، شريف رجع من لندن، شريف بيتمرن. فخدت بروباجندا جامده قوي وجرايد وبتاع واهتمامات. فكان في منتج ربنا يديله الصحه بقى اسمه خليل عثمان، ده ملكاوي اهو. فرحت مره، كنت في اسكندريه في مهرجان السينما، قاعد معاهم كلاعب كوره يعني، فقعدنا نضحك ونهزر وكده. كان قبل الحادثه ولا بعدها؟ ده بعد الحادثه بقى، رجعت وبعمل علاج طبيعي في حمامات. انت كنت نجم من نجوم الاهلي، وكنت يعني توين براذر بتاع كابتن بيبو، يعني بتلعبوا انتوا الاثنين روحين كده. ولما حصلت الحادثه كابتن صالح الله يرحمه، ساعه جدا انك تتعالج في لندن، يعني كان مهموم قوي بقضيه انك ترجع فيت زي الاول. الظاهر ما كانتش الحاله تسمح، ولا كان ايه؟ لا لا لا، هو كان بيعتبرني زي خالد وهشام ولاده، وكان يحبني جدا، وانا كنت اللعيبه القليله ان هو يمشي معايا كده غابه بالنادي، او ما قابله في نادي الجزيره نتمشى انا والكلب بتاعه الله يرحمه، ونقعد نحكي ويحكي لي ما اعرفش ايه، لغايه نقطه معينه اسيبه، هو اول ما يقول سيبني بقى انا هكمل اسيبه. وكان بينصحني دايما، يقول انت تقدر تبقى في حته تانية، انت تقدر تبقى حاجه اكتر من كده، تقدر تبقى لعيب دولي حاجات وعايزني احسن حاجه انا. وقال لي حاجه جميله جدا، قال لي خد بالك يا شريف، الدنيا كده يعني، الكوره او اي حاجه في الدنيا الواحد لازم ياخد حظه بسرعه ويمسك في النجاح يعني. وهو ما كانش بيقول حاجه وحشه، كان راجل كاريزما غير عاديه. كنت تقعدي حتى وانا بكلمه كده بسرح، يبقى ايه الشخصيه دي يعني، شخصيه ساحره يعني الله يرحمه. طب وبعدين خليل عثمان بقى عثمان وانت قاعد معاهم بقى في شيراتون الجزيره منتزه، خدني بقى قال لي بقول لك ايه، كنت قاعد بقى بقلد السادات وبقلد مش عارف مين، تعرف انت عندك الحكايه دي؟ عندي والله. احب اقلد عادل ادهم، احب مش عارف ايه كنت. فقال لي ما تيجي تعمل معايا فيلم. انا كنت فاضي بقى يعني، قعدت سنه ما مش هلعب، ناقص لي 6 اشهر قبل ما العب تاني. ف كان عندي تجربه سابقه بقى، اكرامي متهيألي وطاهر الشيخ وحاجات كده، وانا عندي وانت عارفه انا عندي ميول سينمائيه شويه. فخدني في فيلم كده، حتى انا اتشرفت، قلت له في واحده كده صغننه طالعه اسمها ليلى علوي، ما تجيبها لنا. قال لي انا جايب لك محمد الحلو وبتاع وحسين فهمي وعزت العلايلي، وطبعا دي اسماء كبيره جدا. انا قلت هتعمل طالب في الجامعه ودمك خفيف وهتغنوا كلكم مع بعض. قلت له يلا يعني اتسلى لغايه لما ارجع اشوف هلعب كوره تاني ولا لا. ودخلت التجربه دي، وكانت في اسكندريه كمان الفيلم، جاي اسمه الثعبان. جات ليلى علوي ومحمد الحلو، واحلى ما في الموضوع كنا بنغني بقى مع بعض في المينا وكده. لا والله. وانا بقى عايز ايه، اقول الجمل بتاعت محمد الحلو. ليه؟ صوتي احلى منه طبعا.